ما طلع لنا فيه مرة يوم اختاره واحد من الأهل. كنا في البيت طبعا أهلي شوي مدقلوا شوي مني عرفتوا، ما يقدرون يطلعون معايا أماكن عامة، بيصورونهم الناس وما يبغون أحد، يعني ما يبغون السوشيال ميديا أساسا عرفتوا. فتهجبت وحطيت الكمامة برضو انهربت صوتي. قلت انا ماني انا تنكرت، ايش عاد تبوني اسوي؟ المهم شفنا لنا مطعم بالموت، ابترينا الرياض كلها نبغى مطعم في جلسه صاده اوكي، واذا في بارتيشن يكون افضل، بس نبغاه فخم ونبغى اكله حلو، شلون ما ندري. وكل المطاعم الفخمه اللي بالرياض ما فيها بارتيشن اغلبها. ايش نسوي؟ الزبده ذبحني الجوع. قلت اسمع بتغدون، ولا تغديت، كان تعبت تعبت. كنا في البيت طبعا اهلي شوي مدقلوا شوي مني عرفتوا.